الفضول أفضل كلمة توصف بيها غباء الإنسان. الفضول هو السبب الأول وراء أخطاء الإنسان. الفضول ممكن يخليك تقع في مشاكل كبيرة، إنك تحاول تفهم حاجات مش حلو إنك تفهمها، بيخليك تدور في حاجات محرمة على البشر، وده اللي أنا عملته بالظبط. فضولي خلاني أدور على حاجات محجوبة عننا بالفطرة، وزي ما بيقولوا من تدخل فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه. أنا سمعت وشفت وتعاقبت على تدخلي فيما لا يعنيني. أنا اسمي عبد العزيز، عندي 20 سنة، من القاهرة، لكني عايش في سوهاج. أنا لسه فاكر الأحداث كأنها حصلت امبارح، لكن الحقيقة إنها حصلت من 5 سنين. خليني أدخل لكم في الموضوع على طول. أنا كنت عايش في مركز من مراكز سوهاج، ما كانش عندي غير صديق واحد بس اسمه مصطفى. مصطفى هو صديق الطفولة، وهو الشخص الوحيد اللي طلعت بيه من الدنيا. خليني أوصف لكم بلدنا. بلدنا كانت مقسومة لنصين، نص عايشين فيه والنص التاني كان عبارة عن مقابر. كان في ترعة بتفصل بين الأرضين، وفي جسر ضعيف كان هو الواصل بين الأرضين. الأرض اللي فيها المقابر كان فيها بيت فخم جدا وكبير. البيت ده كان ملك لعيلة مصطفى، كان بيت في وسط المقابر، ما كانش حد بيدخله والأسباب مجهولة. خليني كمان أقول لكم إن والد مصطفى متوفي، ومصطفى وحيد وملوش إخوات، وعايش مع والدته. مصطفى في نفس سني، إحنا تربينا مع بعض، لكن البيت اللي في المقابر ده عمري ما دخلته أبدا في حياتي، وعمر مصطفى نفسه كمان ما دخله. محدش بالظبط عارف البيت ده جواه ايه. انا كمان كنت وحيد الاب والام، ومصطفى كان صديقي واخويا والدنيا كلها بالنسبه لي. من 5 سنين ولما كان عندي 15 سنة سافرت مع والدي القاهره شهر بالظبط. الوقت ده بالنسبه لي كان ممل جدا. انا كنت متعود دايما وانا مسافر اني اتصل على مصطفى واتكلم معاه، انا ماليش اصحاب غيره. لكن المرة دي الموضوع اختلف. كنت بتصل على مصطفى، تليفونه كان مغلق دايما. حاولت اني اتصل على والدته لكنها ما كانتش بترد. دي كانت حاجة غريبة جدا. قلت لما اتصل على امي برضو، لكن تليفونها برضو كان مغلق على مدار الشهر كامل. أنا بصراحة قلقت جدا عليهم كلهم، أمي ومصطفى وأم مصطفى، في حاجة غريبة في الموضوع. جيت أدخل الأوضة اللي فيها والدي عشان أحكي له على اللي حصل، لقيته بيتكلم في التليفون. أول ما شافني اتخض، لقيته بيتكلم وبيقول أيوه خلاص تمام يلا مع السلامة دلوقتي، وقفل السكة أول ما شافني. فقلت له بابا، هو أنت كنت بتكلم مين؟ ولا مش مهم دلوقتي، المهم أنا بتصل على أمي مش بترد وبقالها فترة كبيرة، هو في حاجة؟ أنا قلقت جدا عليها. عشان يرد علي أبويا ويقول لي أنا لسه قافل مع أمك دلوقتي يا عزيز، معلش هي بس مشغولة شوية ومش هتقدر تكلمنا، وكمان احنا مش هننزل سوهاج اخر الشهر ده. نعم يا ولدي، ليه؟ هو ايه اللي حصل؟ اصل عندي شغل ظهر لي فجأة ولازم نقعد كمان شهر. ماشي يا ولدي، مفيش مشاكل، خليك انت وانا هنزل لوحدي اخر الشهر. لما قلت كده لابويا، ابويا بصلي بنظرة غضب،
أنا ساعتها خفت منه جدا. قال لي هننزل الشهر الجاي يا عزيز وده آخر كلام. فتعصبت جدا لكني ما حاولتش أبين. قلت له حاضر أوامرك يا والدي. ومروا الشهرين. كل يوم كنت بحاول أتصل بأمي أو بمصطفى أو بأم مصطفى لكن محدش كان بيرد. وأخيرا جه اليوم المنتظر. نزلت بلدي أخيرا وقابلت أمي. كنت فرحان جدا إنها بخير الحمد لله. وبعدين ارتحت شوية واتغديت وطلعت جري على بيت مصطفى. قعدت أخبط على البيت وأخبط لكن ما حدش كان بيفتح لحد ما زهقت من الخبط. كنت لسه همشي لقيت الباب فجأة اتفتح وأم مصطفى ظهرت لي من وراه. ازيك يا أم مصطفى عاملة ايه؟ ساعتها أخذتني بالحضن وقالت لي عزيز وحشتني يا ابني كده تغيب عننا الفترة دي كلها. معلش يا أمي بس والدي استجد عنده شغل واضطريت إن أنا أقعد معاه. هو مصطفى فين؟ أها إيه؟ مصطفى فين يا مصطفى؟ للأسف يا عزيز يا ابني مصطفى سافر. عم مصطفى في أسبانيا جه وأخده وقال إن مصطفى هيكمل تعليمه هناك أحسن له. بس يا مصطفى عمره ما قال لي إنه له عم في أسبانيا. لأن مصطفى ما كانش يعرف كده أصلا. عمه كان مسافر يكون نفسه وغاب فترة كبيرة جدا لدرجة إني ما شفتوش غير مرة زمان كان نازل فيها البلد وجه زار أبو مصطفى الله يرحمه. طيب وهو ليه مصطفى ما بيردش على التليفون وتليفونه مقفول دايما؟ يا عزيز يا ابني ما تزعلش مني بس انت لازم تنسى مصطفى. هو سافر وممكن ما يرجعش تاني. ايه انت بتقول ايه؟ في الوقت ده ام مصطفى حست ان هبكي وان الموضوع هيأثر على نفسيتي فقالت لي لا 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 مش قصدي. هو اكيد هيرجع بس مش دلوقتي. مش انت بتحبه يا عزيز لازم طبعا تتمنى له الخير في المكان اللي هو فيه. ساعتها مسكت دموعي وقلت لها عندك حق كلامك صح. مصطفى عمره ما سابني واكيد هيرجع قريب او حتى هيفتح تليفونه وانا هستناه. وسبت ام مصطفى ومشيت وروحت البيت. رحت وانا زعلان جدا اني خلاص من النهارده هقضي ايامي لوحدي. الساعه كانت واحده بالليل ومش جايلي نوم. طلعت البلكونه ابص على الشارع شويه وافتكر ايامي مع مصطفى. الدنيا كلها كانت كحل وضلمه. القمر كان منور المكان كله. المقابر كانت في الأرض التانية من البلد كان شكلها مرعب جدا. والبيت بتاع مصطفى ما كانش ظاهر من كتر الضباب اللي هناك. في الوقت ده سمعت تليفوني بيرن. ايه ده مين البجح اللي بيتصل في الوقت ده؟ ببص في التليفون لقيت مكتوب رقم غير معروف. ايه ده بقى ان شاء الله؟ فتحت الخط ورديت. الو عزيز وحشتني يا عزيز. مصطفى انت فين يا مصطفى؟ يا ابني انا قلت عليك خالص وبقالي شهرين بحاول اوصله ومش عارف. انا كنت متاكد انك هتتصل بيا وتسال. والدتك قالت لي انك رحت اسبانيا مع عمك. ها اسبانيا؟ لما مصطفى ضحك واتري على كلامي انا خفت. هو مال مصطفى بيضحك ليه بالشكل ده؟ فقلت له انت ايه اللي بيضحكك؟
أصل أمي كدابة يا عزيز. نعم عزيز، إحنا أصحاب بقالنا قد إيه؟ إيه السؤال ده يا مصطفى؟ ده إحنا متربيين مع بعض. طيب أنا هحكي لك كل حاجة يا عزيز، بس هتساعدني ولا هتخذلني زي ما الكل عمل معايا؟ عزيز أنا ماليش غيرك يا صاحبي، حسبني في وقت شدتي؟ مستحيل مستحيل يا مصطفى، ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ بس برضو انا مش فاهم في ايه، وايه اللي جرى، وانت فين دلوقتي، وايه الرقم الغريب اللي انت بتتصل منه ده؟ هفهمك كل حاجة عزيز، انا واثق فيك وعارف انك مستحيل تخذلني وتخذل العشرة اللي بيننا. تمام يا مصطفى احكي لي. لا يا عزيز ما ينفعش هنا، لازم نبقى وش في وش. كويس قوي، وانا عايز اقابلك والله، وانت وحشني جدا. طيب هتقابلني ما تخافش، انا هستناك في بيتنا اللي عند المقابر، انا قاعد هناك حاليا. تعال يا عزيز انا منتظرك. ايه بتقول يا مصطفى؟ البيت اللي في المقابر؟ طيب وانت بتعمل ايه هناك؟ يا ابني انا في البيت اللي هناك، مستحيل حد هيدور عليا هنا، انا مستنيك يا عزيز، تعالى واحكي لك كل حاجة، بس يا ريت بسرعة. قال لي كده مصطفى وبعدها الخط اتقطع. ببص في التليفون بتاعي لقيت المكالمة اتمسحت. بصيت في الساعة لقيتها الساعة 2. المكان ده مرعب جدا، بس هعمل ايه؟ ده مصطفى صديق عمري ومحتاج مساعدتي، انا لازم اروح. الجو يومها كان تلج جدا، اضطريت ان انا اتقل في اللبس وانزل. ضوء القمر كان منور الطريق، انا عديت الجسر الضعيف عشان اوصل للناحية التانية من البلد. المقابر شكلها مرعب جدا. ايه الاحساس ده؟ كنت بتخيل ان في يوم من الايام هاجي المكان ده وانزل تحت، انزل تحت معاهم. مشيت وسط المقابر وانا حاسس ان في الف واحد جنبي وقدامي وورايا، لدرجة اني بقيت سامع صوت دقات قلبي. انا في الوقت ده حسيت بنفس ورايا، صرخت ساعتها صرخة لحظية كده. بعد كده خدت الطريق كله جري لحد ما وصلت للبيت. وكالعادة البيت كان شكله عظمة قوي وجميل جدا. رحت على الباب ورنيت الجرس، لقيت الباب اتفتح على طول ولوحده. فضلت نادي مصطفى، يا مصطفى انت موجود؟ ادخل يا عزيز ما تخافش ما فيش حد. ودخلت البيت. اول ما دخلت لقيت الباب اترزع ورايا. انا كنت مرعوب جدا. كان في ضوء خفيف جدا جاي من أوضة فوق. كان النور ده منور البيت بحاجة خفيفة كده. البيت كان جميل جدا ومرتب. في الوقت ده لقيت مصطفى بينده علي ويقول اطلع يا عزيز انا فوق في الأوضة. وطلعت الأوضة فعلا وشفت مصطفى. كنت لسه رايح عشان احضنه، لقيته صرخ فيا وقال لي اني ابعد عنه وما المسوش. ابعد يا عزيز ما تلمسنيش. في الوقت ده انا اتخضيت جدا، قلت له ليه يا مصطفى؟ في ايه؟ فهمني. هحكي لك كل حاجه، بس اوعى تلمسني مهما حصل. انت بعد ما سافرت يا عزيز
لقيت تصرفات أمي اتغيرت. أمي بدأت تقعد لوحدها دايما وتجيب حاجات غريبة البيت. كان معاها كتاب غريب كده وباين عليه إنه كتاب قديم جدا. أنا استغربت من تصرفات أمي، لقيتها بدأت تجيبني وتعمل علي حاجات. مرة ترسم نجمة وتقعدني فيها وتبدأ تقرأ، ومرة تانية تجيب قطة ميتة وتعمل بيها حاجات. اكتشفت يا عزيز ان امي بتمارس السحر من خلال الكتاب ده. ايه ده يا مصطفى، انت مستوعب الكلام اللي بتقوله؟ بصراحة مش مستوعب الكلام. انا حاولت اقنع امي ان اللي بتعمله ده حرام، لكن هي حاولت تقتلني في الوقت ده. انت متخيل؟ متخيل يا عزيز، امي كانت عايزة تقتلني. يا نهار اسود يا مصطفى، كمل كمل. انا سرقت الكتاب اللي معاها وهربت، بس يظهر كده ان امي اتعلمت شوية حاجات بالكتاب، عرفت ترمي تعويذة عليا وتصيبني بمرض معدي. بمجرد ما المس اي شخص بيموت. تعالى تعالى لما اوريك. خدني مصطفى ورحنا الأوضة اللي جنبنا، لقيت هناك جثة لواحد صاحبنا اسمه إبراهيم. ساعتها اتخضيت وقلت له يا نهار اسود يا مصطفى، ايه ده إبراهيم؟ انا ما كنتش متخيل المنظر، انك تشوف شخص كان في منتهى الحيوية والانطلاق اللي في الدنيا تشوفه ميت. دي حاجة مرعبة جدا. للأسف يا عزيز، أنا تقريبا اتنفيت بسبب أمي، بس أنت هتقدر تساعدني. إزاي مصطفى؟ أمي لما رمت عليا تعويذة هي كانت علمتها من الكتاب، والكتاب ده معايا. دورت لقيت علاج للتعويذة دي، وهقدر إن شاء الله أعالج نفسي، لكن أنا ما أقدرش أطلع من البيت ده. أنا لو شفت النور هموت، وكمان لو لمست أي حد هقتله. فهمت دلوقتي يا عزيز؟ أيوة فهمت، بس برضو أنا إيه المطلوب مني؟ في طلبات معينة أنا محتاجها، وإنت لازم تجيبها لي، ولما تجيبها أنا هقدر أتعافى. طيب ايه رأيك لما ابلغ عن والدتك احسن؟ هتقول ايه؟ هتقول واحدة بتحضر عفاريت وحاولت تقتل ابنها، هيتهموك بالجنون. اسمع كلامي يا عزيز، وكمان هحتاجك في حاجة تانية. ايه هي يا مصطفى؟ بعد ما تجيب لي الحاجات هحتاجك عشان ارمي عليك التعويذة اللي هتبطل تعويذة أمي، لأنك إنسان سليم، فهي هترجع خلايا جسمي لوضعها الطبيعي. ماشي يا مصطفى، ما فيش مشكلة. الساعة جت 3:30 والوقت ساعتها اتأخر. لقيت مصطفى بيقول لي روح يا عزيز، روح دلوقتي وتعالى بكرة الساعة 12 وانا هقول لك كل الطلبات. ماشي يا مصطفى، بس انا كان نفسي نتكلم مع بعض شوية، بس ان شاء الله بعد ما تتعافى ونخلص من المصيبة دي هنقعد مع بعض تاني. يلا بقى السلام. فابتسم لي مصطفى ابتسامة خفيفة وقال لي سلام يا عزيز. يومها انا روحت تعبان جدا، قعدت افكر في كل اللي حصل. معقول ام مصطفى طلعت بالشكل الحقير ده؟ انا عمري ما هسامحك اللي انت عملتيه في ابنك يا ام مصطفى. يومها نمت وصحيت اليوم اللي بعده، وانا نازل اجيب طلب لوالدتي قابلت ام مصطفى. ساعتها ما تملكتش اعصابي لما شفتها،
جت وسلمت عليا. انا كلمتها بطريقه مقرفه وطريقه في منتهى الوقاحه ومشيت وسبتها. لما الساعه جت 12 انا كنت واقف قدام باب البيت، كنت لسه هرن الجرس، لقيت الباب اتفتح لوحده. دخلت المره دي وانا مش خايف، رحت على مصطفى على طول، سلمت عليه بس ما ردش عليا السلام. قلت جوه نفسي هتلاقيه زعلان على الحال اللي وصل له، فقلت له ها يا مصطفى قول لي ايه طلباتك. اول حاجه عايز قربان من الدم البشري، ودي سهله، هتكون دمك انت. اما تاني حاجه عايز عين بني ادم ميت، وتالت حاجه عايز منديل ملفوف جواه حاجه، هقول لك على مكانه فين وانت تجيبه. بس كده. ساعتها بصيت له بصه استغراب، انا ما صدقتش الكلام اللي اتقال، فقلت له مصطفى انت عارف انت بتقول ايه، انت مجنون، اجيب لك العين دي منين؟ اهدى بس يا عزيز، انا مظبط كل حاجه. اول حاجه حكايه الدم دي سهله، انت هتسحب دم منك ويبقى كده خلصت. اما تاني حاجه عين بني ادم ميت، عارف المشرحه اللي في وسط البلد؟ هتروح هناك بكره الساعه 1 بالليل، هتلاقي واحد هناك بيستنيك، هيخلص لك الحكايه كلها في ثواني. اما تالت حاجه المنديل الملفوف جوه حاجه، هقول لك مكانه فين وانت هتجيبه. عارف القبر بتاع ابويا؟ جنب القبر ده بشويه هتلاقي في علامه على شكل نجمه خماسيه، احفر فيها هتلاقي المنديل، هات وتعالى. الطلبات دي كلها يا عزيز لازم تكون عندي بكره، انا ممكن اموت في اي لحظه. انا مش مصدق كل اللي بيحصل، بس انا مضطر انفذ كلامك، ده انت صاحبي الوحيد. حاضر يا مصطفى، بكره هجيلك ومعايا الحاجات دي كلها. عزيز اعمل حسابك انك من بكره ممكن تبيت معايا يومين، لان لازم تكون موجود معايا وانا برمي التعويذه. حاضر يا مصطفى، السلام بقى دلوقتي. سلام يا صديق عمري. يومها روحت ونمت، وصحيت اليوم اللي بعده، كنت عارف اني هيتسحب مني دم. يومها كلت كويس، وبعدين سحبت كميه كبيره من الدم وحطيتها في برطمان. انا تعبت جدا ساعتها، نمت بعدها لحد الساعه 11 بالليل. بعد كده خدت البرطمان ورحت للمشرحه، لقيت هناك فعلا حد مستنيني. السلام عليكم، لو سمحت. ايوه انت عزيز صح؟ ايوه انا كنت عايز. من غير ما تقول انا عارف طلبك، تعال ورايا. ومشيت مع الشخص ده داخل المشرحه. المشرحه كانت مرعبه جدا، كنا ماشيين في ممر الضوء فيه خفيف جدا، وانا مش مستحمل الشعور ده. دخلنا بعد كده المشرحه ومنها لتلاجه الموت، لقيت الشخص ده بيقول لي ايه تحب تجيبها انت ولا اجيبها لك انا؟ انت بتقول ايه؟ ايه ده انت مالك متعصب كده ليه؟ ده انت حتى متوسع عليك جامد. الجو ساعتها كان برد جدا جوه التلاجة، انا كنت حاسس ان في ناس بتتكلم، انا كنت سامع اصوات ناس جوه المشرحة. في الوقت ده
جسمي بدأ يرتجف من الخوف. اللحظات هنا كانت بتمر عليا كأنها ساعات. فوت من شرودي على كلام الرجل وبيقول لي: مالك يا أستاذ، انت خايف ولا ايه؟ على فكرة ده العادي، يعني الناس هنا بتتكلم مع بعض من بعد الساعة 12 لحد الفجر. ده حتى في اتنين متجوزين ما لحقوش يتهنوا وماتوا وموجودين هنا شغالين كلام وصدعوني. تحب تسمع حكايتهم؟ لا لا شكرا، مش عايز اسمع حاجة. هات بس هات العين وخليني امشي. وفعلا فتح درج من الادراج وطلع مشرط ولا اجدع جراح فيك يا بلد، وشال العين وحطها في برطمان وقال لي: اتفضل اتفضل يا باشا. فبصيت له رعب وخدت البرطمان وانا برتجف. قلت له وانا بتهته: بكام دي؟ بقول لك انت متوسع عليه جامد، تقول لي بكام؟ روح يا استاذ روح، الله يسهلك. ومشيت بسرعة من قدامه، او بمعنى اصح خدتها جري من قدامه. ما كانش بقى دلوقتي غير المقابر اللي لازم اروحها واجيب المنديل، المنديل اللي جواه حاجة انا ما اعرفش هي ايه. يا رب يا رب، امتى بقى هينتهي الكابوس ده؟ انا قرفت. ورحت فعلا المقابر وانا خلاص كنت فقدت كل قوتي وتركيزي. انا كنت شغال احفر عند قبر ابو مصطفى، عند النجمة الخماسية اللي كان قال عليها، علشان اطلع المنديل. في الوقت ده حسيت بحاجة، حسيت ان الاصوات كلها سكتت حواليا وكأني بقيت اصم ومبسمعش. حسيت برضو ان جسمي اتشل وان في حد بيكلمني. فوق يا عزيز، فوق من اللي انت فيه، فوق من اللي انت بتعمله. اللي بتعمله ده حرام. فوق فوق يا عزيز فوق. فجأة لقيت الصوت ده اختفى وكل حاجة رجع زي ما كانت. ايه ده؟ دي اكيد تهيؤات. ما خدتش في بالي وكملت حفر لحد ما فعلا لقيت المنديل اخيرا. المنديل ده كان جواه حاجة واحدة بس، حاجة واخدة شكل الكوس. انا كان عندي فضول اعرف ايه ده. فتحت المنديل لحد لما ظهر اللي جواه. كان قرن. ايوه قرن. انا رميته من ايدي بسرعة، قعدت ابص عليه برعب. بعد كده اتملكت اعصابي شوية وهديت نفسي. خدت القرن تاني مع الارض ولفيته وطلعت جري على البيت. اول ما وصلت للبيت اللي في المقابر لقيت الباب اتفتح على طول. دخلت وطلعت لمصطفى. مصطفى اول ما شافني وشاف معايا الحاجات ابتسم ابتسامة عريضة جدا وضحك ضحكة عالية جدا، تقريبا كانت هتقتلني من الرعب. انت بجد صاحب ما يتعوضش يا عزيز. مالك يا مصطفى، انت بتضحك كده ليه؟ ها اصل انا فرحان، واخيرا هتعافى واقدر اقعد معاك. ايوه فهمت. طيب احنا هنعمل ايه دلوقتي يا مصطفى؟ دلوقتي ده دوري انا، استنى وسيبنا شوف شغلي. دلوقتي اركن الحاجات دي على جنب وهنبدأ شغلي فيهم بكرة. ماشي.
ماشي تمام يا مصطفى، انا بقى همشي وهجيلك بكره. لا تمشي، تروح فين؟ انت لازم تبات هنا معايا. انت هتنام هنا وانا هنام في الاوضه اللي فيها جثه ابراهيم. لا 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 يا عم، تعالى ننام معايا هنا احسن، مستحيل تنام في الاوضه التانيه دي، انت مش هيجيلك نوم حتى. انت غلبان قوي يا عزيز، نام نام ونتكلم بكره. وبالفعل بيت معاه. انا يومها حاولت انام كتير لكن ما عرفتش، النوم ما كانش جايلي. انا كنت مرعوب جدا، كنت حاسس ان في حد نايم جنبي، لكن سموها بقى بجاحة، سموها برود. انا في الاخر نمت، والله العظيم نمت. عارف لما تكون نايم وبتحلم حلم وتلاقي واحد مشغل اغاني جنبك مثلا، فتحس انك بتسمعها في الحلم. هو ده اللي حصل معايا، انا كنت نايم وشغال اسمع في الحلم، كنت بسمع حاجات زي بحق ما تسمعون، امرتكم ان تحضرون، امركم ان تحضرون، بعدد الشياطين السفلية، بعدد الارواح الشيطانية، بعدد الشياطين السفلية، امركم ان تتوحدوا وتتجسدوا في جسد خادمكم، في جسد خادمكم. بعد كده لقيت الصوت اختفى وانا نمت تاني لليوم اللي بعده. انا كده بقالي يومين متغيب عن البيت. في اليوم التالت صحيت لقيت نفسي مربوط وجسمي كله مكسر. جسمي كان فيه غرز كتير وحاجات ورسومات مرسومة عليا. انا فين؟ وايه اللي بيجرالي ده؟ لقيت نفسي قاعد في وسط نجمة خماسية. النجمة دي كانت اترسمت بالدم بتاعي. في الوقت ده لقيت مصطفى دخل عليا، فقلت له مصطفى ايه اللي بيجرى؟ ساعدني يا مصطفى ارجوك. لقيت مصطفى بيضحك، لقيته بيمسك عين البني ادم الميت وبيحطها على عيني وبيثبتها. انا صرخت من المنظر اللي شفته، ايه ده مش مصطفى، ده شيطان. عيني ساعتها احمر زي الدم، جسمه كله بقى شعر وكان طالع له قرن واحد. انا ساعتها لقيت كمية شياطين حواليا، بس الشياطين دي كانوا زي الخدم بالنسبة له، كلهم كانوا واقفين حواليا. وفجأة مصطفى شال العين. انا كنت موجود في الأوضة، كان فيها كمية كائنات مرعبة. المصيبة ان انا لسه شايفهم دلوقتي وحافظت شكلهم. مصطفى كان واقف قدامي، لقيته بيتكلم ويقول ما تخافش، على الساعة 3 بالكتير هكون استوليت على جسمك. قال لي كده وانا بعدها اغمى عليا. صحيت الساعة 2 تقريبا، لقيته واقف بيرقص حواليا. المنظر كان مرعب جدا، كان شغاله وعمال يردد الكلام نفسه. بحق ما تسمعون، امرتكم ان تحضرون، امركم ان تحضرون،
بعدد الشياطين السفلية، بعدد الأرواح الشيطانية، بعدد الشياطين السفلية، آمركم أن تتوحدوا وتتجسدوا في جسد خادمكم، في جسد خادمكم. في الوقت ده أنا بدأت أعيط. أنا ما كنتش مستحمل اللي بيجرى. مصطفى حرام عليك يا مصطفى، أرجوك سيبني، أرجوك يا مصطفى. قعدت أتوسل لمصطفى إنه يسيبني. نسيت إن أنا شفته من شوية شطان. سيبني يا مصطفى، حرام عليك. كنت بقوله كده وهو كأنه مستماني، كان بيضحك بس. صوت الضحك جنبي كان هيجنني. أنا هموت، مش قادر استحمل. الساعة بقت 3:15 والوقت قرب، وأنا هموت، هي دي أكيد النهاية. لكن فجأة سمعت صوت والدي. يا عزيز. بعد كده لقيت والدي ومعاه شوية رجالة في البلد. دخل الأوضة والدي بدون أي مقدمات بدأ يكرر الكلام ده. أقسمت عليكم بالعزائم السليمانية، أقسمت عليكم بالعزائم السليمانية، أقسمت عليكم أن تساعدوننا الآن، أرسلوا 5 من الجن الآن، أقسمت عليكم أن تنزلوا بالسخط والغضب وسيوف الحطب على من عصى هذه الأسماء من الجن والشياطين والعفاريت المتمردين وجنود إبليس أجمعين. لما أبويا كان بيقول كده كان في أطياف مرعبة بتطلع من الحيطان. كانوا 5 أطياف. الخمسة دول لفوا على مصطفى. مصطفى ما كانش قادر يتحرك ساعتها. مصطفى كان بيصرخ من شدة الألم. بعد كده لقيت الرجالة اللي مع أبويا دخلوا وشالوني وهربوني. والدي فضل جوه البيت. احنا كنا بنهرب من البيت. بصيت على والدي، بصيت عليه، لكن ايه ده؟ ايه اللي بيحصل؟ البيت كله كان محروق. ازاي ده كان سليم من شوية، واول ما دخلته كان في منتهى الجمال. واحنا بنمشي فجأة لقيت الأوضة اللي فيها أبويا ومصطفى بتولع والنار طالعة منها. أنا في الوقت ده فقدت الوعي. أنا دخلت يومها في غيبوبة استمرت لأسبوع. صحيت منها بعد كل اللي جرالي ده. صحيت لقيت نفسي في بيت أم مصطفى، وأمي كانت قاعدة جنبي وبتبكي. والدي كانت وفى في الحادثة دي، وأنا لحد دلوقتي مش فاهم أي حاجة. في الوقت ده لقيت أم مصطفى بتتكلم وبتقول لي: أنا هحكي لك يا ابني كل حاجة، بس اهدى. بص يا عزيز يا ابني، قبل ما تتولد أنت ومصطفى، والدك ووالد مصطفى كانوا أصحاب، والاتنين اشتغلوا في السحر وكانوا بيحضروا جن. لما اتجوزوا قرروا ان هم يتوبوا ويبطلوا اللي بيعملوه. والدك تاب، لكن ابو مصطفى رجع لشغله تاني. ابو مصطفى كان معاه كتاب قديم جدا بيحضر منه، وكان في طلاسم كتيرة جدا. ابو مصطفى اشترى حتة وسط المقابر وبنى البيت الفخم ده
وما خليناش نسكن فيه لأنه كان ده المكان اللي بيستخدمه في التحضير. وفي يوم حضر جن وما عرفش يصرفه، والجن كان بيقتل فيه يوم ورا التاني ومش سايبه في حاله. هو حكالي اللي حصل، وكل اللي قدر يعمله انه يختم الجن ده جواه. كان بيقدر يتحكم في نفسه ساعة واحدة في اليوم. في الساعة دي جاب لي الكتاب ونبه عليا اخبيه ومظهروش لحد. حكالي اللي حصل ورجع عشان يموت في البيت، وحط ختم حوالين البيت بحيث ان الجن ده ما يقدرش يطلع بره البيت. ومات ابو مصطفى جوه البيت، والجن ده فضل عايش في البيت مستني اي حد يجي عشان يقدر يستحوذ على جسمه ويهرب. عملنا قبر الوالد مصطفى عشان ما حدش يشك في الموضوع. لما انت سافرت القاهرة، مصطفى كان زهقان جدا من غيرك، لا حد اتصل عليه من رقم غريب قال له تعال البيت انا عزيز، ومصطفى راح والجن اتجسد على هيئتك وقال لمصطفى نفس الكلام اللي قاله لك، طلب منه يجيب الكتاب. مصطفى جاب الكتاب، لكن قبل ما يروح البيت قعد يقرا فيه ويقرا ويقرا لحد ما حضر ملك من ملوك الجن من غير ما يقصد وراح على البيت. راح وهو محضر جن عليه، ولما الشيطان حاول يستحوذ على جسمه البيت اتحرق ومات مصطفى وهرب ملك الجن. وبعد كده لقيت صاحبكم ابراهيم بيعاملني بقرف زي ما انت عاملتني بقرف، وفجأة اختفى. عرفت ساعتها ان الجن حاول يستحوذ عليه، واخر شخص كنت انت يا عزيز. حاولت اقولك ان مصطفى سافر عشان ما تتأثرش، لكني خفت عليك. الجن قدر يجيبك وحصل اللي حصل، ولما لقيتك اختفيت يومين حكيت لابوك كل حاجة، وابوك راح لحد عندك وحاول يستخدم طرق السحر اللي اتعلمها لكن ما قدرش عليه ومات. هي دي الحقيقة يا عزيز يا ابني، هي دي الحقيقة كاملة. يعني يا مصطفى مات وانا كنت نايم يومين مع جن، وابويا كمان كان ساحر. من يوم الموضوع ده وانا جاتلي صدمة عصبية، بقيت بتعالج عند دكتور نفساني لحد ما فعلا بدأت استعيد جزء من عقلي. عدى 5 سنين على الحادثة دي وبقى عندي 20 سنة. في يوم رحت عشان ازور المقابر، انا دلوقتي واقف قدام البيت وببص على الأوضة اللي أنا كنت محجوز فيها. أنا شايف من بعيد، شايف 5 أطياف سودة بصين عليا. أيوه ده أبو مصطفى وأبويا وإبراهيم، وكمان صديق طفولتي العزيز مصطفى، وأخيرا 5هم. كان واحد أطول منهم هما الأربعة، كان واقف وراهم، كان عنده قرن واحد بس. أيوة أكيد ده هو اللي حضره أبو مصطفى. تمت.